معرفش اسف السيد رئيس مجلس الاقليم لاسفي بن نيابة، السيد رئيس المجلس الحضري لمدينه اسفي، السيد والساده السيدات البرلمانيات، الساده رؤساء الغرف المهنيه، السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار مراكش اسفي، السيد رئيس جمعيه حوض اسفي، السيدات والساده رؤساء المصالح الخارجيه، السيدات والساده رجال الاعمال والمقاولون، الساده رجال الصحافه والاعلام، الحضور الكريم. يشرفني ان اشارك في اشغال هذا الملتقى المخصص لاحد اهم المواضيع الاستراتيجيه التي تشكل رهانا اساسيا لبلدنا وللاقليم، وتحظى باهتمام بالغ وتتبع كبير من مختلف الفاعلين، ألا وهو تشجيع الاستثمار باعتباره البوابة لبناء اقتصاد قوي والسبيل لتحقيق التنمية والازدهار خدمة للمواطن، الهدف الأسمى لنا جميعا. يقول صاحب الجلالة أعزه الله في معركة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال ملتقى تكاملات الاستثمار بالصغيرات، بيد أن اقتناعنا لا يكمن في اعتبار الاستثمار هو قبل كل شيء وسيلة يتعين أن تجد غايتها في العدالة الاجتماعية والتقدم وفي التحرر والعيش الكريم وفي إطار التماسك الاجتماعي وحماية المصدر الطبيعي واحترام حقوق وتطلعات أجيال المستقبل. انتهى كلام صاحب الجلالة. حضرات السيدات والسادة، من هذا المنطلق تخطو مدينة أسفي ومعها الإقليم بكل ثبات وثقة خطواتها على درب نماء، وكلها إيمان بقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية المتفردة في شتى الميادين، ويسعى أبناؤها من منتخبين وأطر ورجال أعمال والمجتمع المدني وفعاليات مختلفة إلى الإسهام في الطفرة النوعية التي تشهدها المدينة والإقليم لبناء غد أفضل، مسلحين بإرادة صلبة وحب لحاضرة المحيط لا يضاعيه إلا حبهم لوطنهم. ما من شك أيها السادة أن أسفي حباها الله منذ الأزل بإمكانيات قد نظيرها في العديد من المناطق، أسهمت بجانب عوامل أخرى إلى اختيار عنوان هذا اللقاء أسفي خطو اقتصادي صاعد. مدينة ضاربة في عمق التاريخ بحمولة حضارية وتراث لا مادي متميز، كأول مرفأ على المحيط لإدارة المبادرات التجارية من المحيط إلى عمق أفريقيا عبر العاصمة السلطانية مراكش، لتعود وتصبح اليوم وفق التقسيم الجهوي الجديد بوابة الجهات بامتياز على المحيط والعالم. زخم هائل من الثروات البشرية التي أبدت ولا تزال وأبدعت في كل شيء، ويد عاملة متمرسة ومتخصصة في شتى الميادين بفضل 32 من مراكز التكوين وآخرها مركز التكوين في مهام الفندقة الذي سيفتتح قريبا، وما راكمت هذه الايادي من خبرات من خلال مؤسسات صناعية دقيقة والمركب الكيماوي ومحطة الحرارية والموارد وصناعة تحويلية وتعدينية وغذائية إلى غير ذلك. مشاريع مهيكلة ضخمة تترجم الإرادة الملكية الراسخة لإعطاء دفعة قوية للإقليم من ميناء معدني يستجيب للمعايير الدولية بقيمة استثمارية تصل إلى 4 مليارات درهم على مساحة تقدر ب 273 هكتارا، وإنشاء مدينة صناعية بمواصفات عصرية في جنوب الإقليم على مساحة تقدر بحوالي 3400 هكتار، وكذا بالإضافة إلى وحدة لإنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية بقيمة استثمارية تصل إلى 23 مليار درهم
على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، والتي ستنتج ما يعادل ربع الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية. والطريق السيار الرابط بين أسفي وقطب الدار البيضاء، والذي تم افتتاحه منذ 120 سنة. مجهودات مهمة لتعزيز جاذبية الإقليم والمدينة تبذلها الجماعات الترابية ومجلس المدينة والمجلسي الإقليمي والجهوي مشكورين بالتنسيق مع شركائهم من القطاعات الحكومية وكتابع الفاعلين الاقتصاديين، خاصة المكتب الشريف للفوسفات وشركة صفيق للطاقة الحرارية، من خلال مشاريع لدعم التجهيزات الصحية والتعليمية والتطهير الساكن والتطهير الصلب والتزويد بالماء والكهرباء ومشاريع التأهيل الحضري والمراكز الجماعية وتقوية وبناء الطرق، دون إغفال المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز من خلال البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية. استكمال الدراسة وإنجاز العديد من الوثائق التعميرية والدراسات المجالية، والتي من شأنها تحديد رؤية واضحة لتدبير المجال، كان آخرها مخطط التصميم المديري الذي قطع مراحل مهمة من وضعه، ويحدد معالم التوجهات الكرة لإعداد تراب بالإقليم. حضرات السيدات والسادة، إن الإقليم الممتد على مساحة 3634 كيلومتر مربع بطول ساحل يقدر بحوالي 150 كيلومتر، وما يعني ذلك من رصيد سمكي مهم وشواطئ مترامية، والأغنى فلاحيا على مستوى الجهة بمساحة صالحة للزراعة تعادل 150 ألف هكتار، والذي يمثل 57% من الناتج الصناعي و 76% من الصادرات على مستوى الجهة، و 10% من الصادرات على المستوى الوطني، والذي يصدر الباريتين منذ الثلاثينات القرن الماضي وكذا الجبس، و 50% من إنتاج السمك المعلب، لا يمكن أن يكون إلا قطبا اقتصاديا صاعدا. المسألة مسألة حتمية ومحسومة، والدليل على هذه الحقيقة الثابتة تزايد الطلبات للسبق بالاستثمار في المنطقة من لدن العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين في ميادين الصناعات التعدينية وبناء وإصلاح البواخر والنسيج والجبس وشركات التوزيع والصناعات الغذائية والمشاريع العقارية والسياحية، بل وحقول الطاقة الريحية التي بلغت حتى الآن 5 حقول ريحية كان آخرها من طرف إحدى الشركات الألمانية، مستثمرين أتراك هنودا فرنسيين وإسبان. نعم أيها السادة، لقد دقت ساعة الأسفي والبداية بمؤشرات الخير التي برهن عليها نجاح متميز لمشاريع أبناء أسفي ممن وضعوا ثقتهم في المدينة والإقليم بمشاريع تجارية وخدمات وعقارية وصناعية، وأكدوا لعالم المال والأعمال أن أسف فرصة لا ككل الفرص ستستأثر باهتمام الجميع. وفقنا الله جميعا لما فيه خير خدمة هذا الوطن في ظل الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.